السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام. رؤية تغيير لون الوشة في المنام تدل على التبدلات والتغيرات التي تطرأ على الرأي. من رأى أن لون وجهه يتغير من لون وجهه في الحلم فهذا يدل على اختلاف باطنه عن ظاهره. فيما رؤية اسمرار الوجه من الشمس في المنام تدل على الضرر الذي يناله الرأي من شخص ذو قوة أو نفوذ. أما رؤية تغيير لون الوجه إلى الأسود في المنام فتدل على سوء السمعة بين الناس. فيما رؤية تغيير لون وجه شخص معروف إلى الأسود في الحلم تدل على الضرر الذي يأتي من هذا الشخص. فيما رؤية شخص وجهه شاحب في الحلم يدل على المرض الشديد. أما رؤية تغيير لون الوجه للأحمر في المنام فتدل على الحياء والخجل. أما رؤية تغيير لون الوجه الأبيض في المنام فتدل على الصلاح في الدين. أما رؤية وجه الميت أسود في الحلم تدل على حاجته للدعاء والصدقة. فيما رؤية تغيير وجه لون الوجه في المنام للرجل فتدل على تبدل مكانته وأحواله الاجتماعية. أما رؤية تغيير لون الوجه في المنام للفتاة العزباء فيدل على تغيير أحوالها. وإذا رأت الفتاة العزباء تغيير لون وجهها إلى الأسود في الحلم فهذا يدل على سوء خلقها. فيما رؤية تغيير لون الوجه في المنام للمتزوجة فيدل على التغييرات والتبديلات التي تطرأ في علاقتها مع الناس. أما رؤية تغيير لون الوجه في المنام للحامل فيدل على التغييرات على حملها. فإذا رأت الحامل تغير لون وجهها للأسود في الحلم فهذا يدل على تعسر ولادتها. فيما رؤية تغيير لون الوجه في المنام للمطلقة فيدل على تغيير ظروفها الاجتماعية. في حالة إذا رأت المطلقة لون وجهها يتبدل للأسود فهذا يدل على ارتكابها إثما. والله هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية تفسير اليوم. إلى اللقاء في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام.